بحيي كل يلي انضموا لنا هلأ لليوم الاثنين بداية هالأسبوع 13 أيار 2013 مثل ما قلت لكم اتصالاتكم المباشرة بعصحة السلامة. أرقام التليفونات عم تمرق قدامكم على الشاشة، نحن بانتظار تساؤلاتكم وسؤالاتكم لرواء. صباح الخير رواء. صباح الخير جوزيف، وأنا كمان بحييهم مش بس أنت. إن شاء الله بداية أسبوع حلوة للكل. تعرف شغلة هلأ وقته الكريمات كمان اللي رح تحكي عنها، الوقية من الشمس كل سنة عن سنة طبعا بتتطور وبتتغير والآخرية، ومنشوف عليها أرقام أوقات بفهمها أوقات ما بنفهمها، فيها هالقد وهالقد وهالقد وهالقد، شو لازم نعرف وشو منهم ووتر ريزيستنت يعني بمقاومين للمياه لو نزلنا اصبحنا وفي منهم لا. اوكي صح صح، بدنا نحكي عن الترمينولوجي او المصطلحات الجديده للسان سكرينز او كريمات الواقي من الشمس. بس قبل بدي اخبر المشاهدين عن شغله، انه اليوم وزاره الصحه راح تطلق بعد الظهر ابلكيشن عن نشاطات وزاره الصحه، وهيدا رح نرجع نخصص لها حلقه. هالابلكيشن بتتضمن الخدمات اللي بتقدمها وزاره الصحه، يعني بينزلوها ابلكيشن على الايفون بيقدروا ينزلوها. هي ضمن البرنامج الوطني الالكتروني الصحي الالكتروني او الصحه الالكترونيه. رح نرجع اكيد نعمل حلقه عنها ونفسر كيف ممكن نستعملها، بتخبرنا عن الخدمات اللي بتقدمها وزاره الصحه، بتخبرنا عن اسعار الادويه اللي وزاره الصحه بتامنها للامراض المزمنه والامراض المستعصيه، عن المراكز الصحيه، عن المستشفيات الحكومية، عن موقعها منصير نعرف وين. فهيدي كتير بتساعدنا نعرف كل شيء عن نشاطات وزارة الصحة. ما عندك فكرة إذا بدو ينزلوها شو بحطوا شو اسمها بعد؟ اليوم بدو يتم إطلاقها، فبنعرف كل المعلومات بعد ما يتم بنعمل حلقة عنها. بس حبيت خبر إنه هيدا شيء جديد عم بيصير، وبعتقد هيدي كتير بتساعدنا لحتى نعرف لوين نتوجه وشو اللي بتقدر وزارة الصحة تساعدنا فيه، ووين المراكز اللي بتقدر تقدم لنا الخدمات. أوكي. عن السانسكرين تعرف يعني صار له بالأسواق سنين عديدة، وكل سنة مثل ما قلت عم بيتطور، التركيبة بتتطور أكيد، وحتى التعليب أو التغليف من الخارج والترمينولوجي أو المصطلحات المستعملة. الـ FDA الأمريكية أصدرت بأواخر 2012 توصيات لكل الشركات المصنعة الأمريكية، طبعا لأنه الأوروبية بيكون عندها غير توصيات، لكن نوعا ما بيتشابهوا مع بعضهم، لحتى يلتزموا بمصطلحات معينة بهدف أنه ما نضلل المستهلك، ما نضيعه ونضلله ونعطيه هامش من الأمان غير صحيح. يعني أنت مرات لما بتقول هلأ قلت شغلة water resistant أوكي؟ مقاومة للمي، انت لما بتقرأ هيك وما بتعرف مزبوط شو يعني water resistant، تعتبر انه انت بتحط الكريم مرة واحدة بالنهار وخلص هيدا water resistant او water proof، خلص عرقت سبحت ما بيروح الكريم. هو غلط بالوقت اللي بيروح الكريم لازم نرجع نحط نعيد الكرة ونحط الكريم. طب اذا مكتوب water resistant يعني ما لازم يروح على المي؟ لا بيروح. هيدا الفرق، ورح نحكي عن المصطلحات شو الفرق بيناتهم. رح اقول لك اول شيء رح نبلش، خلينا ناخذ اتصال من دلال نرجع بنكمل. اوكي يلا اتصال دلال. صباح الخير. الو بونجور. تفضلي دلال، عم تسمعك ريوا، شو سؤالك؟ ريوا ما بعرف اذا اليوم سؤالي يمكن تعتبروه شوي سخيف، لا ليكي ما في ولا سؤال سخيف. أوكي. انا دائما بقول لهم لتلاميذي بالجامعه اسالوا اي سؤال بدكم اياه، ما في شيء اسمه سؤال سخيف. تفضلي. بدي حياتي. تفضلي. بالنسبه للنعنع، نعم سمعت انه اكثر من 4 ورقات ما فينا ناخذ بالنهار، بدي اعرف ليه، مع انه بعرف انه هو كتير مفيد، بس هيدا سؤالي. الحقيقه انا ما سمعت هيك شيء، بس انا اللي بعرفه انه الاشخاص اللي عندهم ريفلكس، اللي عندهم الحموضه العاليه بالمعده يعني بيصير عندهم حرقه، نعم. النعنع ممكن يزيد الحرقه، بيزيد الريفلكس. أوكي. بس هي بس انه قد ايه 4 ورقات 10 ورقات. ولا انا سمعت خبريه العكس يعني ما في مشكله بتطلع. ايه ما لا ما سمعت هيك شيء، ما سمعت هيك شيء بقى، ما يعني ما بعتقد انها صحيحه. بس اذا انت عندك ريفلكس، عندك الحرقه هيدا اللي بيطلع الاسيد، بتحسي بحرقه بالمعده، النعنع ممكن يزيد الحرقه. طيب بس بدك تنتبهي عليه. اوكي اهلا دلال. امل من بيروت، صباح الخير. تفضلي يا امل. يسعد لي هالصباح. يا هلا، يعطيكم العافيه على هالبرنامج الحلو. الله يخليك. الله يعافيك. ريوى يا روحي بدي اسالك عن المي. تفضلي. اذا كانت المي اللي فيها صوديوم بتسوى للي عنده ضغط، ولا لازم اخذ مي صوديوم اقل؟
اوكي. واي مي بتعمل نفخه او لا، وكيف بدي اعرف هالمي اصليه معبايه مزبوط ولا لا؟ اوه اسئله كثير. اسئله كثير بس كثير ضروريه. اوكي اول شيء اعطيني رقمك تحت الهواء لاحكي معك بليز روى. اوكي بتعرفي بس بدك تتصلي فيي دغري بس خلص الحلقه. اوكي اوكي وبعطيكي رقمي وبنحكي. تتصلي على تلفزيون مستقبل يعني. بدي اخذ رقمك روى؟ تحكيني على التلفزيون وبعطيكي رقمي دغري هلا بعد الحلقه. انا ناطرتك على التلفزيون. ايه احكيني بس خلص الحلقه دغري. اوكي اوكي وبعطيكي رقمي. طيب يا روحي. طيب رح اقول لك التلفزيون يعني بعد الحلقه. نعم لا نعم. هلا ايه بس هلا اسمعي الجواب. حاسمع الجواب. اوكي اوكي. اول شيء بالنسبه للصوديوم ما في دراسات اكدت انه، لانه نحن بنعرف انه الصوديوم او مثلا الاكل اللي فيه ملح كثير بيعلي الضغط، فالاشخاص اللي عندهم ضغط لازم ينتبهوا على الملح، بس ما في دراسات اكدت انه الصوديوم بالمي بالمي اللي بنشربها انه له تاثير على ارتفاع الضغط او بيزيد من ارتفاع الضغط. لا. لكن ما بيمنع انه ممكن نختار المي اللي اقل صوديوم. بس بالمبدا فيك تشربي اي مي، ما في اي تاثير. كيف نعرفها نظيفه او مش نظيفه؟ هي حسب كيف بنعرفها. سالت عن النفخه، المي اللي بتعمل نفخه. هلا اجمالا المي اللي فيها غاز الكربونيتد ووتر، بتعرفي مرات بنروح على المطاعم او حتى هي درجه اكثر برا باوروبا بيقولوا لك ستيل ووتر او كربونيتد ووتر اللي هي المي مثل يعني الغازوز يعني. مزبوط مزبوط. المي اللي فيها الغاز هيدي بتعمل نفخه، من هيك لما بنشرب مشروبات غازيه بنحس بالنفخه لانه فيها هيدا. طب ببلاد اوكرانيا وبلاد بلغاريا المي عندهم الاساسيه هي الاوغازوز، بتروحي على السوبر ماركت ما بتلاقي الا منها، بدك تطرقي مشوار ما بعرف قد ايه لتلاقي مي. هي على الاغلب بيستعملوا ايه؟ كلهم بتشوفيهم فانتر بلا في ايه في اشخاص بيتاثروا غير غيرهم، يعني في اشخاص بيشربوا ما بيتضايقوا، في اشخاص اللي عندهم استعداد للنفخه بيضايقهم الغاز. يعني مش مزبوط هو مهضم؟ مهضم؟ لا منه مهضم، لا يعني ما عنده شيء بيساعد على الهضم بعمليه الهضم. لا منا هيدي بس لانه وجود الغاز وبنحس انه عم يعني عم نطلع هالغاز بعدين او بنحس انه هيك براحه، بس هو منه ما له علاقه بانه مهضم. لا معلومات اكثر امل اذا ممكن تتصلي بريوا بس رح جاوبها على السريع. اختاري اكيد ستيل ووتر يعني المي ما فيها غاز. مي بتعمل نفخه او لا، هون بيرجع انت ما في شيء تركيبه بالمي بدنا نطلع عليها لنقول بتعمل نفخه او لا، هي هون خيار شخصي. كيف بدي اعرف انها مي منيحه ولا لا؟ بتطلع اذا مي مرخصه، وبلبنان يعني هن الشركات المرخصه معدودين، سهل انه نعرفهم اللي مرخصين من زمان وفي نوعا ما رقابه عليهم، في ناس عندهم رقابه اكثر من ناس بس بالاجمال موجودين بالسوبر ماركت. بس ما نطلع على اي شيء جالونات معبيه ويعني ما بنعرف مصدرها وما بنعرف امتى مرسوم تسجيلها او مسجله بوزاره الصحه او لا. ما تاخذي مي مع الاكل محليا، اهم شيء هي اللي بتعمل نفخه بتصور. المي مع الاكل لازم قبل الاكل بنص ساعه وبعد الاكل بساعه. فينا هون الاشخاص اللي عندهم استعداد بيتضايقوا عندهم مشاكل، بس بالمبدا اذا شربنا شوي يعني جرعات صغيره من المي مع الاكل ما بتاثر، بس في الاشخاص اللي عندهم مشكله بعمليه الهضم بيتضايقوا. بس اللي ما عندهم اي مشكله ممكن قبل الاكل خلال الاكل وبعد الاكل. طيب. اوكي رح نحكي عن السانسكرين. عندنا كمان بنبلش عندنا اتصال. ساره اوكي صباح الخير ساره. الو بونجور. يا هلا تفضلي. بس بدي اقول لمدام روى نعم انه النعنع اذا واحد عنده حموضه بيساعد بالشفاء. انا بستعمله وقت يكون عندي حموضه بغليه يابس او هيدا كثير برتاح والله. بعدين بنقص فقر الدم، اذا في فقر دم بياكل نعنع بيمشي حاله. اوكي بس لحظه بس يمكن مغلي عم تقول بتاخده لشو اسمه غير ما بعرف. ني انا اللي بعرف انه النعنع الاشخاص اللي عندهم ريفلكس بيقولوا لهم ينتبهوا على النعنع، يكون بالسلطه يكون بالهيدا. مغلي ما بعرف اذا شيء ثاني، ممكن هي تجربه شخصيه ممكن انها تكون ريحتك. في كثير تجارب ومعلومات صارت وصار عكسها مع الوقت، يعني اعطيتينا تجربتك الخاصه. تجربتك انت ومنجربك. اوكي طيب رح نحكي. نعم. فينا نحكي عن سان سكرين. اوكي اول شيء رح نشوف اول صوره اللي هي قبل كنا نشوف بالاسواق في شيء اسمه سان بلوك وسان سكرين. هلا الاف دي اي منعت انه يحطوا الشركات سان بلوك، رح تمرق الصوره هلا، ما بنحط سان بلوك مثل ما عم نشوف على يمين الشاشه دائما بيكون سان سكرين. ليه؟ لانه ما في شيء اسمه سان بلوك. يعني عليك مزبوط. ليه؟ لانه لما نقول سان بلوك، البلوك يعني نحن مثل حاجز. فبصير المستهلك بيعتقد انه هو مثل غطى حاله بدرع، حمى حاله من اليو في من الاشعه، وبالتالي ما رح يتعرض. فسان سكرين هي اللي بتعمل فلتر
للأشعة بتمنع وصول الأشعة يا أما عبر امتصاصها يا أما عبر عكسها عنا، وبالتالي بتخليه يعرف أنه ما في حماية 100%، ما عم نحط نحن مثل درع عم نحمي حالنا. تاني شغلة البرود سبكتروم، قبل كنا نحط الاس بي اف وينحط ارقام، وهلا رح نحكي عن الارقام. هلا بنطلع البرود سبكتروم، قبل كانوا يقولوا يو في بي، اوكي، هي كانت تركيبه الكريمات السان سكرينز هي لتحمي من اليو في بي. اليو في بي هي المسؤوله عن الحروق، اليو في بي الاشعه فوق بنفسجيه بي هي اللي بتسبب الحرق بالجلد، وكمان بتسبب الامراض او المشاكل السرطانيه بالجلد. لكن لقيوا كمان انه اليو في اي كمان لها دور بالبريماتشور ايجينج، بالشيخوخه المبكره للجلد، بتخلي الجلد يكبر قبل وقته ويختير، وكمان لها دور بالسكن كانسر بسرطان الجلد. من هيك صاروا يقولوا برود سبكتروم، يعني عم بيحمي من اليو في اي واليو في بي، مثل ما عم نشوف على الشاشه. دائما طلعوا على كلمه برود سبكتروم، يعني عم بيحموكم من الاثنين يو في اي ويو في بي. انا بتمنى شي نهار نعمل حلقه توضحي لنا، يعني وقت نعرف سبب المرض نعرف شو علاجه. يعني في كثير قصص بيقولوا لنا هي سبب لسرطان من الدخان من 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 الى اخره، ليش نحن ما بنعرف شو علاجه؟ بس اذا شي مره نعمل ابحاث عن هالموضوع. اوكي، الصوره الثالثه، لانه بس كنت قبل بدي ارجع اكد، لما كان يحطوا اس بي اف هو قصدهم لليو في بي، مشان هيك صاروا يحطوا برود سبكتروم ليقولوا انه في يو في اي نحن كمان عم نحمي يو في اي يو في بي. هون قبل كان ينحط ووتر بروف، ووتر بروف يعني مقاوم للمي او مضاد للمي، يعني ما ممكن تشيله المي ما ابدا، مثل لما بنلبس بالشتويه الجاكيت الامبرميبل اللي هي ما بتعلق عليها المي، او الساعه بحطوها بس بيرجع بفوت عليها. مزبوط، مشان هيك هلا تغيرت المصطلح، صارت ووتر ريزيستنت، مقاوم للمي، منه مضاد 100%، مقاوم للمي. بس اللي بدنا نعرفه انه اذا عرقنا نحن وبالشمس، سواء عم نعمل رياضه، عم نلعب، عم نسبح، عم نعمل بيكنيك، بده يروح هالكريم، بدنا نرجع نحط. واذا سبحنا كمان بده يروح. فالووتر بيعطيك انه اوكي مقاوم للمي بس منه مضاد للمي 100%، من هيك بدنا نرجع نعيد الابلكيشن ونحط الكريم. والافضل كل ساعه نرجع نحط السان سكرين على كل المناطق اللي من جسمنا معرضه للشمس. اخر شيء الاس بي اف، قبل كنا نشوف 60 و70 و90 و100، كنا نشوف 100 وكانت دائما تعطينا شعور بالامل انه انا حاطه اس بي اف او العامل المقاوم للشمس 100، يعني انا 100% محميه من الاشعه. هي الاس بي اف شو هي؟ قديش هالكريم عنده قدره يعمل فلتره تو فلتر الاشعه، وبالتالي بيحمي منها. ما في شيء 100%، ما في شيء 100%. بعدين شو يعني اس بي اف؟ يعني لما اقول اس بي اف 10، اذا كان انا بدي 10 دقائق لبلش احترق، لما بحط اس بي اف 10 ضرب العشرة بالعشر دقائق، يعني بدي 100 دقيقة لبلش احترق، فإذا بيعطيني وقت أكثر لحتى ما احترق. يعني اس بي اف 40 40 إذا أنت بشرتك عيونك فاتحين وبشرتك بيضة بتحترق بسرعة، يعني بدك 400 دقيقة، مش هيك؟ 40 دقيقة 10 لتبلش تحترق. بقى هيدي بتعطيك تعرف قديه في عندك وقت، لكن طبعا يعني بالأهمية أنك أنت عم ترجع تحط بهالوقت 400 دقيقة، يعني شوف كم ساعة عم ترجع تحط الكريم مرة ثانية، يعني عم ترجع تمدد الوقت. طبعا من هيك ولا تعمل حماية، من هيك ما في شيء اسمه 100%. طلبت الـ FDA أنه ينحط 50 هو الحد الأقصى، 50، وبعدين حدا علامة بلس إنه هيدا الماكسيموم، وفي بلس أكتر شوي، بس ما في رقم لحتى المستهلك ما يضيع. الأفضل إنه نختار. بس في مصروف كريمات منيح بالصيفية، روح إذا عايش على البحر بده يجيب كرتوني أول الصيفية ويحطها. من هيك أفضل نختار 30 وما فوق، بين إنه بين 30 وال50 الفرق بالنسبة لأدب هالكريم بفلتر أو بيحمي من الأشعة نسبة كتير قليلة، بس ما بيمنع نستعمل الأكتر لنحمي حالنا. ثانك يو لك روى هالمعلومات. طبعا بنوعدكم باتصالات جديدة مع روى وتواصل معها تنين القادم، ولكن بكرة في عنا موضوع جديد، الأربع جديد يوم الأربعاء والخميس. أربعاء وخميس. فإذا لكل المشاهدين نحن وياكم مكملين عالم الصباح بعد هالوقفة خفيفة، نضيف مع كارلا وكيف ننتبه كتير منيح من نظافة الغراض اللي بيستعملوها أولادنا وخاصة البيبرون.